أيام قليلة تفصلنا عن نهاية مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء. هذا المهرجان اللي قدر خلال سنوات قليلة أنه يفرض نفسه على الساحة في الوطن العربي ككل، واللي جذب جمهور كبير من كافة أطياف الشعب المصري، وبات حدثاً سنوياً ينتظره الجميع، وخلى الجمهور يطالب بمزيد من هذه الفعاليات طوال السنة، بل وهناك مطالبات لتعميمه في كافة المحافظات بصفة مستمرة. تعالوا معنا نشوف التقرير التالي اللي أعده مراسلنا من قلب مهرجان القلعة. من العام إلى العام تنتظر تلك السيدة الستينية مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء لحضور فعالياته والتزود بوجبة دسمة من الغناء الفلكلوري مع فرقة مواويل والمديح النبوي لعميد الإنشاد الديني ياسين التهامي. الأهم أيضا بالنسبة لها ولغيرها هو إتاحة العروض المختلفة هنا بأسعار لا تذكر. جبنا أكتر هنا أن الحفلات بسعر مدعم جدا والدولة موفرها للناس كلها، وفي يعني مجهود مبذول، يعني حاجه تشرف لمصر يعني، واتمنى يكون دولي هذا المهرجان. يعني في جو اثري وفي جو ثقافي وجو غنائي، الثلاثه دول مجتمعين مع بعض مع سعر تذكره 20 جنيه حاجه لا تذكر، حاجه جميله جدا وانا مبسوطه يعني اجواء حلوه وحاجات جميله جدا والتذكره سعرها جميل والمكان جميل جدا، وكفايه الهوا بس وكفايه ان احنا في القلعه دي، حاجات من اثار مصر العظيمه. يعني هقول لك ايه تاني، والله بصراحه مهرجان جميل وحاجه حلوه وتنظيم كويس وحاجه محترمه يعني، وحاجه بسم الله ما شاء الله يعني اخر جمال. كفايه بس التنظيم بس المحترم ده والكوكبه الكبيره اللي موجوده في المهرجان، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله 20 جنيه دي مش فلوس يعني، دي حاجه كده يعتبر رمزيه يعني، لكن هو حاجه جميله بسم الله ما شاء الله يعني وتنظيم كويس. جميل قوي يعني، والمكان نفسه حلو ومبهج، انا عن نفسي اول مره ادخل وعجبني. سعر التذكره جميل قوي يعني متواضع للناس كلها، الناس كلها قادره تخشه بصراحه. يعني هو دي حاجه موفرة للناس ان هم ييجوا يشوفوا نجوم كبار ممكن لو في مكان تاني ما يقدروش يدخلوه بالسعر ده. يعني النسخة 30 من المهرجان تتضمن 42 حفلا غنائيا وموسيقيا متنوعا يحييها نخبة من كبار الفنانين المصريين والعرب والأجانب، ويستهدف المهرجان تحقيق العدالة الثقافية والمساهمة في بناء شخصية الإنسان والمجتمع. المهرجان جميل جدا والإقبال عليه شديد جدا، يعني بصراحة يعني لسه في ناس بتسمع كويس. نعمل بروجرام اللي هنقدمه في المهرجان بالنسبة للكان فولكلور أو تراث شعبي أو الموال، يعني بنقدم الموال وفن الموال، والتوفيق ده عند ربنا. مهرجان جميل يعني اللي أدار المهرجان جميل، واللي فكر إنه يعمل المهرجان ده جميل جدا بصراحة، لأن أنا شايف إقبال جامد جدا على المهرجان. منذ انطلاق المهرجان عام 1990 استطاع تحقيق شعبية ضخمة بفضل تنوعه وثراء محتواه الفني وانتقال هذا الإبداع من الأوبرا إلى عامة الناس، يضاف إلى ذلك سحر المكان وعراقته التاريخية التي تضفي أجواء خاصة على الطرب والغناء. العين بتعشق كتير والقلب يا ميال